عمري فشلت في حياتي. اي طيحه كانت كتقوين، بالعكس كتعطيني واحد الانرجي واحد القوه اللي كنت كنوض صحيح. السلام عليكم، معكم محمد الجواري، 25 سنه، مدينه طنجه، شيف كوزيني، صاحب ريستو الجواري مدينه طنجه. بالنسبه كيفاش دخلت لهذا المجال، ما عمري كنت كنفكر انني ندخل مجال الطبخ والكوزينه. كنت قريت حاجات اخرين، دخلت عن نقدر نقول لك عن صدفه. دخلت الاخت ديالي كانت كتشتغل حتى هي في واحد الريستورون، عرضت عليا فكره، دخلت اكتشفت راسي الموهبه وبقيت ماشي فيها الى يومنا هذا ولله الحمد والشكر. البدايه فريمون كانت صعيبه بزاف، وبحكم انك في المغرب وراك عارف المغرب وفاش اكتشفت اني كنبغي هذا المجال هذا وكنبدع فيه، فريمون جبرت صعوبات بزاف لجميع النواحي، لكن صبرت وداك الشيء مع الوقت الحمد لله استطعت انني نوصل للمبتغى ديالي ولله الحمد والشكر. كنت باغي صغير كنت مركز انني كنت باغي نكون ممثل فنان، حيت عندي مع ما كتبش بحكم ان الوالدين ديالي جاو ضد الفكره، الفنان اللي كيعجبني ومغني جاستن بيبر نمبر 1. مول باك خرجت نخدم في نفس المجال اللي فيه انا حاليا، كنت كنخدم وكنقرا في الليستية، حققت جوج ديبلومات في ظرف سنين قليله، لكن ما اشتغلتش في ذاك المجال حيت ما ارتحتش فيه، حيت ارتحت في الكوزينه ودخلت لهذا العالم الطبخ رغم انني ما عندي حتى شي ديبلوم في هذا المجال هذا، لكن كنتقنو وكنبدع فيه. صراحه واجهت صعوبات بزاف، راك عارف الخدمه مع الناس طبعا كتواجه صعوبات، كتشتغل بزاف وكيكون عندك واحد المدخول اللي قليل بزاف، وكتعرض لجميع انواع الحقره وكتعرض للاستغلال، لكن كنت كنامن ان ان شاء الله هذا الشيء ربي غادي يجازيني عليه، والجزاء ديالي الحمد لله ربي ما خيبش الظن ديالي وما خيبش الظن الوالدين ديالي. الحمد لله انا واخا كنت كنتعرض للاستغلال وكنت باغي انني نتعلم وانني ندي واحد الاكسبيريونس باش نخدم على الهدف ديالي بالصبر طبعا. فاش كتكون خدام لواحد النقطه يعني خصك تصبر عندك العراقيل اللي كدوز. في الصغر ديالي كنت كنفكر انني ندخل لعالم الفن، لكن الوالدين ديالي كانوا ضد الفكره هذه طبعا. كانوا الوالدين ديالك ضد الفكره فما غاديش تكون مرتاح في شي حاجه اللي كتعملها، فما غاديش يستر لك الله فيها، فما عمرك ما غادي تكون مرتاح. العالم الطبخ دخلت له عن طريق الصدفه، جبرت راسي انني كنبدع فيه، الناس كيقولوا لي برافو كمل داكشي مزيان، شويه بشويه اكتشفت في راسي انني كاينه موهبه، وحتى الحمد لله حققت انني نقدر نعمل شي حاجه اللي ديالي. بالنسبه لسر النجاح ديالي هو التعامل والصبر، الناس اللي كيثيقوا فيك، الناس اللي كيقولوا لك راك كاين كمل، فهمتني؟ هي المعامله، هي الثقه، هي اي حاجه يعني فهمتيني، اي حاجه كتعمل يعني من القلب طبعا كتكون فهمتيني غادي توصل. خدمت بزاف، تقريبا خدمت جميع خدامي، بعت الخضره، بعت مواد غذائيه، بعت ملابس النساء، خدمت في نجاره الالومنيوم والخشب، خدمت في الصباغه، خدمت في بزاف فريمون تكرفص ديال بصح. والخدمه ديالي كنعقل كنجبرني الاب ديالي كنبيع الخضره كنضربني حيت كنت باقي صغير، فواحد السن صغير بزاف كنت كنبيع الخضره. سؤال مزيون بزاف، ادخل لهذا الدومين هذا ولا اي دومين بصفه عامه، هو خصو يكون كيرتاح في هذا المجال هذا، خصو يكون كيدخل كيجبر راسو كيبدع فيه، كيبغي كيخرج داك الشيء مزيان، ماشي غير حيت كيسمع مثلا عندي فلوس، شنو الحاجه اللي خدامه حاليا، ما كان لا خدامه مزيان، الحوايج خدامين مزيان، هذا خطا كبير. خصو بيان سور خصو يشوف الحاجه اللي هو كيدخل لك كيعملها كيحس براسو مرتاح. جوج الحاجات اللي انا مفتخر بهم الوالدين ديالي، خوتي بلال بن الحسين، كنبلغ لهم التحيه من المنبر. عمري فشلت في حياتي، اي طيحه كانت كتقوين، بالعكس كتعطيني واحد الانرجي واحد القوه اللي كنت كنوض صحيح. واش غادي نقول لك، واخا بغيت نوصفو لك ما غاديش نوصفو لك بديك الطريقه اللي كنحس بها، لان فريمون تكرفصت بزاف وتعذبت بزاف، لان في كنت كنشتغل وما كانش بروجي حر ديالي، كنت مسير، كنت جيرون، تكرفصت بزاف في ظرف 8 شهور اللي توقفت عن تسير يعني بروجي القديم،
باش نفتح بروجي ديالي في ظرف شهور تعذبت بزاف فريم تكرفست بزاف مي ما مش غادي نقول لك يعني واحد الاحساس راه ما يمكنش بزاف بكيت والله بكيت واحد الاحساس اللي واعر بزاف لان كنت كان فهمتي كنت ما كنعشي في الليل ما كنعشي ما كنشوف شنو الناس فهمتيني يعني ما واحد الفرحه راه كبيره بزاف ولله الحمد واش بالنسبه لريستو جواري هذا السؤال عجبني بزاف ريستو جواري كيف ما قلت لكم في الاول فاش كنت كمسير لواحد بروجي لواحد الانسان كان صديق ديالي ملي وقعوا بعض المشاكل اضطريت انني كنت غادي نتوقف مضى الدومين بصفه نهائيه كنت غادي نسالي لكن تخيلوا معايا كنكون ماشي في الطريق كنتلاقى ناس عائلات دري صغار جواري حنا كنسناوك فين غتفتح ريستو فين حنا ما كناكلوش برا كنسناوك كتعجبنا الماكله ديالك الناس كيعيطوا لي كيموتيفوني بزاف يعني فكرت انني نرجع ريستو جواري ما جاش غير هيدا وصافي خدمت عليه تكرفست عليه لي فورماسيون سافرت بزاف الدول درت لي فورماسيون مع عند لي شاف الكبار نصرات بوراك اللي كن ديت مع عندهم لي فورماسيون قريت عدت بزاف باش انني نجيب واحد اللوغو اللي ما شاء الله يعني صراحه اللي كيشكروه الناس بزاف واللي كنشكرهم بزاف يعني ريستو جواري هو ريستو ديال الناس كاملين كيرحب باي واحد سواء عنده ولا ما عنده شي ريستو جواري هو ريستو ديالكم وكنفرح بزاف ملي الناس كيجوني عندي وكيكبروا بيا كيخليو بزاف ديال الناس وكيجوني عندي وانا كنحاول انني مريستو اللي صغير او لصنا كنحاول نتعامل مع واحد المعامله كانهم جالسين في ريستو كبير كتكون واحد المعامله في اي بي كنحاول انني نستقبلهم واحد المعامله اللي مزيونه نهضر معاهم نحاول نعرفهم على داكشي اللي كياكلوا نحاول يعني اي كليان جاي عندي ما كنحسبوش الزبون كنحسبو واحد من لافامي ديالي كتكون واحد المعامله اللي في اي بي ريستو جواري كيرحب بكم على طول الحياه ان شاء الله دي بدايه غادي يكونوا بزاف ديال البروجيات ان شاء الله مستقبلا وبزاف بزاف ديال الفورة ان شاء الله يا ربي الحلم كنصح الشباب المغربي هو القتال ثم القتال من اجل الاحلام ديالكم واللي عنده شي حلم في راسه يخدم عليه ويكافح ويصبر يصبر يصبر كل ما طاح يعاول يحاول ينوض وما يسمعش البلد من اللي فاشل وحاول انه يخدم 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 على الهدف ديالو ونورمال وفريمون شحال ما تعطلتي وشحال ما خدمتي بزاف وصبرتي بزاف غادي توصل اكيد غادي توصل نورمال تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم